قالت إدارة الأرصاد الجوية الإسبانية إن 27 مقاطعة في إسبانيا عانت من درجات الحرارة شديدة الخطورة في اليوم الأول لهذا الشهر، وقد ترتفع درجات الحرارة في بعض أجزاء المناطق الجنوبية والوسطى إلى 44 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تستمر درجة الحرارة المرتفعة حتى يوم الأحد. وقد أصدرت الحكومة الإسبانية تحذيرا بشأن درجة الحرارة العالية للسكان المحليين وللسياح. هذا وزاد ارتفاع درجات الحرارة في إمكانية وقوع حرائق في الجبال، ففي ظهر يوم الأربعاء وقع حريق في جبل في حديقة طبيعية في جنوب إسبانيا، وقد أرسلت إدارة مكافحة الحرائق المحلية 85 من رجال الإطفاء والمروحيات للمشاركة في عملية إخماد الحريق، وحتى الآن لا يزال سبب الحريق غير واضح. وفي ألمانيا سيكون للجفاف تأثير كبير على محصول الحبوب هذا العام، ومن المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج الحبوب هذا العام إلى 36 مليون طن بانخفاض 20% عن العام الماضي. وفي بولندا تسببت درجات الحرارة المرتفعة في تكاثر البكتيريا السامة في البحر، وقد حذرت الحكومة البولندية السباحة في 50 شاطئا على طول ساحل بحر البلطيق. وبالإضافة إلى ذلك، في الأيام الأخيرة وصلت درجات الحرارة في أجزاء من البرتغال إلى 45 درجة مئوية، وإن حوالي 11 ألف من رجال الإطفاء على أهبة الاستعداد لمكافحة الحرائق المحتملة. وفي النرويج وصلت درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية.